الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بعدما تكلم على أسباب البسط وأسباب القبض، وأن العارف بالله يعلم أن في المنع عين العطاء وفي العطاء قد يأتي عين المنع، ولذا لما كان سبب البسط هو القبض والعطاء وسبب القبض هو المنع، فإذا علم المقبوض أن في القبض في المنع عطاء ينبسط، وإذا علم المبسوط أو المنبسط أن في العطاء قد يكون المنع يخاف فينقبض فيتوازن، فيتوازن الاثنان، فلا يسير المنبسط مع البسط فيسيء الأدب، ولا المنقبض مع القبض فييأس من رحمة الله، يوم يبقى متوازن. بعد ذلك تكلم على حال آخر من أحوال الأولياء، وهم أنهم لم ينظروا إلى ظاهر الأكوان فقط وإلى حسها، بل نفذوا بعين بصائرهم إلى باطنها، فلم يغرهم الحس ولكن نفذوا إلى المعنى المراد ولم ينظروا إلى الحس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مثل هذا المعنى للصحابة، فمر عليه رجل حسن الهيئة وحسن الثياب، فقال لهم: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هو رجل عظيم، إذا جاء إذا تكلم سمعناه، وإذا خطب منا زوجناه. ثم بعد ذلك قال لهم: لا يسوي عند الله جناح بعوض. دخل واحد ثاني أشعث أغبر، ثيابه رصة غلبان ويمكن حافي، فقال لهم: ماذا تقولون في هذا؟ قال: إذا تكلم لا نصغي له، وإذا طلب الزواج لا نزوجه، يعني ما يسويش حاجة عندنا. قال: ملء الأرض من الأول، يعني هذا الرجل بملء الأرض من الأول عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفتهم إلى المعاني، أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أكثرهم مالا ولا أكثرهم حسبا ولا أكثرهم زينة وفخامة، ولكن هو التقي، والتقوى محلها القلب، والقلب هو المعنى حقيقة الإنسان، كما أن الله له ظاهر وباطن فالإنسان له ظاهر وباطن، خلقه على صفاته سبحانه، خلق الإنسان وجعله خليفته في الأرض لأنه فيه صفات كثيرة، فهو أعطاه من قدرته بعض القدرة، فيستطيع الإنسان أن يفعل بعض الأشياء وينسبها لنفسه غرورا، وإن كان الفاعل هو الله، أعطاه بعض القدرة والله قادر، أعطاه رحمة والله رحيم، وأعطاه قهر يحب يقهر غيره ويحب يثبت وجوده والله قاهر سبحانه وتعالى، والله ظاهر فأعطى له ظاهر وباطن وله باطن، فأنت تجد أن أنت جواك معنى غير ظاهرة، أحيانا حتى تعمل أشياء في الظاهر وتقول أنا قصدي كذا، قصدي يعني كان باطنك يريد حاجة غير اللي أنت بتعملها بالحس. فالإنسان المؤمن العارف بالله لا تغره الأكوان الظاهرة، ولكن ينفذ من ظواهر الأكوان إلى مراد الله منها فلا يغتر بها، فيقول: الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة. الأكوان ما هي؟ ما تراه من الملك، الله سبحانه وتعالى له ملك وله ملكوت، الملك هو ما تراه من عالم الحس كالسماء والنجوم والدواب والإنسان وغير ذلك، كل ما تدركه بحواسك أو تلمسه بأيديك أو تراه أو تشمه، كل ده من الملك. ثم لله سبحانه وتعالى ملكوت، وهي ما لا تدركه بالحواس كالملائكة والجن والجنة والنار، وهما موجودتان مخلوقتان الآن، والملأ الأعلى وغير ذلك من الأكوان التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى ملكوت.
فالملك ظاهره غرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وباطنه عبرة. إن في ذلك لآية، لآيات، لعبرة، وهي الأحوال التي حدثت في الأكوان وشعر الإنسان بها إما في حياته أو سمعها كتاريخ سابق. يبقى الأكوان في باطنها عبرة، ولذا قص الله سبحانه وتعالى علينا قصص الأمم السابقين وهم من الملك ومن الظاهر المحسوس، وجعل فيها العبرة. وإن كان في ظاهر الأمر هم فيها غرة، لأن الإنسان يغتر بنفسه وبإمكانياته وبما يسره الله في يده، لدرجة أن أحيانا يظن أن هذا أتيه على علم من عنده فيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذا الأكوان ظاهرها غرة، يبقى أول ما تنظر ليها في عين تغرك حاجة زينة جامدة. الأرض كلها مزينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زين للناس حب الشهوات. يبقى في ظاهرها غرة تغرك، وحتى الواحد يقول لك ايه انت بتغرني، يعني بتغريني. الاغراء يعني ان هو بيظهر لك حاجة علشان تنكب عليها، يغريك بها حتى تنكب عليها وتحرص على الحصول عليها، فاذا حصلت عليها لا تجدها شيء، تجدها هباء. وكذلك الاكوان، الاكوان في ظاهرها غرة لانها فانية تنتهي، انت نفسك حسيبها وهي حسيبك، لو ما سبتهاش انت هي حسيبك. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فكل هيتغير، وكل ما عليها فان، وكل ما سوى الله يفنى، وكل ما سوى الله اصله كان عدم، ولولا امر الله ان يوجد ما وجد، فاصله عدم. فالاكوان ظاهرها غرة لان حقيقتها عدم، وباطنها عبرة لان من خلالها تصل للمكون. اذا رأيت الكون علمت ان له مكون، فتصل من الاكوان، من عبرة الاكوان الى المكون، فلا تغتر بالظاهر ولكن تصل للجوهر. يقول في الشرح ابن عجيبة رحمه الله، يقول في الشرح: وإنما كانت الأكوان ظاهرها غرة لوجهين، أحدهما ما جعل الله سبحانه على ظاهر حسها من البهجة وحسن المنظر وما تشتهي النفوس من أنواع المآكل والمشارب والملابس والمراكب وشهوة المناكح والمساكن والبساتين والرياضات وكثرة الأموال والبنين وكثرة الأصحاب والعشائر والأجناد والعساكر وغير ذلك من بهجتها وزهرتها وزخرفها، فانكب جل الناس يعني أغلب الناس على الاشتغال بجمعها وتحصيلها والجري عليها الليل والنهار والشهور والأعوام، حتى هجم عليهم هازم اللذات فأعقبهم الندم والحسرات اللي هو الموت. زين للناس حب الشهوات من النساء، ثم بعد ذلك قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بصير بالعباد اللي يصلح لمثل هذه الجنات، مش أي عبد يصلح، وعلى شكلها والله بصير بالعباد. مين هم الذين يقولون ربنا؟ اللي هياخدوا دول هم اللي هيقولوا ربنا، اعتمدوا على الله فسألوا الله ولم يسألوا الخلق ولم يسألوا الأكوان ولكن سألوا المكون. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مين هم؟ صفاتهم ايه عشان تعرفهم؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في الأسحار، هم دول اللي هياخدوا الجنات. انما غير كده كله مغرور بالزينة الأولانية اللي هي زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سبحانه. وقال لنبيه
ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك اللي ينتظره أو رزق ربه بنبوته ورسالته وباصطفائه على العالمين ورزق ربك خير وأبقى. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى كل الزينة دي معمولة لغرض ابتلاء الناس أيهم أحسن عملا، مش أيهم أكثر جمعا ولكن أيهم أحسن عملا. يبقى هو ده الوجه الأول. الوجه الثاني إنما جعل الله سبحانه الأكوان ظاهرها غرة تغطية لسره، لأن لو جعل ظاهرها عبرة ما كانش يبقى في مؤمن وكافر، كان هيبقى كله مؤمنين، لكن هو عملها كده ليغطي سره وإظهارا لحكمته، لأنه سبحانه وتعالى عندما أراد خلق الخلق خلق للجنة أهلها وللنار أهلها، فمن حكمته أن يكون في الناس في الدنيا مغرورا بها ليستحق العقاب فيملأوا جهنم. والله سبحانه وتعالى قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى ربنا لابد هيخلق لجهنم دي ناس لازم لسابق حكمته سبحانه وتعالى ومراده من خلقه، ولذا جعل ظاهرها عبرة ليغتر بها من سبقت عليهم الشقاوة، وليصل من خلالها من سبقت له السعادة فينفذ من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بها ولا يجمعها إلا بحقها، وإذا جمعها ينفقها في الله عز وجل لا في شهواته. فتقول الأكوان ظاهرها ظلمة وباطنها نور. ليه ظاهرها ظلمة؟ لأن هي أصلا حقيقتها عدم، والعدم ظلمة، هي حقيقتها عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني كان عدم، فالعدم يعني ظلام، يعني لا شيء، فيبقى حقيقتها ظلمة. فظاهرها الإنسان لما يشوفها بظاهرها الحقيقي يلاقيها كلها ظلمة، ولم تنور إلا لظهور الحق فيها، فالله هو الظاهر، ولولا ظهور الحق فيها ما أناره سبحانه وتعالى ولا أظهر فيها شيء. فكل ما ظهر فيها لكونه هو الظاهر، أظهر كل شيء سبحانه وتعالى لكونه الظاهر، ثم أبطن بعد ذلك حكمته فيها لأنه هو الباطن سبحانه وتعالى، فهو أظهر من كل شيء وهو باطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فمن وقف مع ظلمة الأكوان كان محجوبا، ومن نفذ إلى شهود النور كان عارفا محبوبا. النفس بطبيعتها لأنها نفس تريد الشهوات فتلاقيها مجبولة إنها تحب الدنيا الظاهرة، طبيعة النفس. فالنفس تنظر إلى ظاهر الدنيا، إنما القلب اللي هو محل المعارف فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فالقلوب هي محل المعارف، فعين القلب اللي هي البصيرة تنظر إلى باطن عبرتها، أما النفس فلا تنظر إلا ظاهر شهوته. وعشان كده قايل لك بعد كده فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، أي غرة الأكوان، تريدها وتتمناها وتشتهيها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. القلب ينظر لإيه؟ لقلب الشيء، لداخل الشيء، للب الشيء، لأن القلب ربنا جعله في الداخل، وكذلك عينه تنظر لحقيقة الأشياء اللي يداخلها فيه، فجعل القلب كما هو في داخل البدن ينظر إلى عبرة الأشياء، أي ما دخل فيها وحقيقتها، فجعل عين القلب وهي البصيرة تنظر إلى عبرتها، وجعل عين الجسد اللي هو الحس ينظر إلى ظاهر غرتها. فالنفس تنظر غرتها لما فيها من متعة وشهوات وحظوظ، لأن النفس هي زي عاملة زي الحيوان، النفس دي حيوان المفترس، عايز طول النهار ياكل ويشرب وينام ويبرطع ويتجوز ويجمع ويعمل كل حاجة زي الحيوانات كده، هي النفس كده طبيعتها، يعني تطلب الشهوات. يأتي الشرع والعقل
فيلجمها يعني يسوسها زي كده في السيرك، يجيب لك اسد مفترس يبتدي يروده لحد ما يجي مثلا يشاور له بالايد يمشي، بس علشان يروده لازم يجوعه احيانا ويشبعه احيانا ويضربه بالكرباج احيانا ويؤلمه احيانا وبعدين يحببه احيانا. كذلك نفسه لازم تفضل تروض فيها، تديها مرادها احيانا، ولكن غالبا ما تديهاش مرادها الا لما تاخد منك منها مرادك الاول. زي الحيوان يفضل مجوعه ويعلق له حته اللحمه، اذا طلع على الكرسي ووقف برجل واحده يدي له حته اللحمه، مش هو ده اللي بيعملها عشان يروده ياخد منه مطلوبه الاول؟ انما فكرك لو اداله اللحمه الاول قبل ما مش هيعمل له حاجه، ده هياكله، ياكله هو نفسه. هي كده النفس بقى، نفسك كده لو اديتها كل حاجه قبل ما تاخد منها مرادك اللي يوصلك لله تاكلك وتضيعك، تهجم عليك تضيعك، فبدل ما تبقى انت راكبها تبقى هي اللي راكباك. فهمت؟ فلازم نفسك، وبعدين في نفس الوقت انت مش مطلوب تهلكها. ان الله كان بكم رحيما، ده مطلوب تاكلها وتشربها. ان لبدنك عليك حق وان لزوجك عليك حق، فاعط لكل ذي حق حقه الحديث. فانت مش مطلوب تهلكها لان هي مطيتك، هي دي المطيه بتاعتك او ركوبتك اللي هتوصلك لربك. فلو فضلت بتهملها خالص وتهلكها هتبعد، فمش هتعرف توصل بها لربك برضه، هتبقى مطيه ضعيفه. ولو اديتها كل طلباتها هتقويها عليك فهتاكلك تضيعك. فعايزه سياسه وراعيها وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تسمي. يعني ايه؟ يعني وانت في الاعمال في الطاعات تشوف تراعي نفسك. شوف انت مثلا في المرعى لما تيجي بترعى بتدي الغنم بالطلب، لكن لو سبته ممكن ياكل لحد ما ايه ما يتخنق من الاكل ويموت ويفطر. لكن لازم ايه الراعي الشاطر لا يجوع غنمه فيضعف ولا يشبعه يموته. كذلك نفسه وراعيها وهي في الاعمال سائمة وان هي استحلت المرعى فلا تسم. لو لقيت بقى المرعى حلو قوي يبقى ما تسيبهاش بقى خالص، يا دوب تاخد منه. زي ما قالوا ان الدنيا دي زي نهر سيدنا طالوت، من اغترف منه غرفة بيده هو ده بس اللي يطلع نادي، انما اللي يقعد اربع منه مش هيشبع الا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه الا قليلا منه، الدنيا كده تشرب منها مهما تعبي تزداد عطش. كذلك النفس كل ما تشرب منها وتسقيها تزداد عطش وتزداد طغيان، انما تديها بق تقول الحمد لله، انما هات لها برميل تقول عايزه غيره. كذلك الدنيا يعني النفس لا تشبع. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الدين متين، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبث لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. شوف تشبه النفس بالظهر، انك راكبها. فهمت ازاي؟ راكبها وبتنفذ بيها اوامر دينك عشان تقطع بيها مشوار عمرك اللي يوصلك لربك. فلو انت قطعت مشوار عمرك وانت مستعجل لا بتديها راحه ولا اكل ولا راحه ولا اكل، هتبص تلاقي تهلكها. لا ظهرا ابقى ولا ارضا ايه؟ قطع. يبقى ضيع عمره وضيع نفسه. فان المنبتة لا ارضا لا ظهرا ابقى ولا ايه؟ لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. لا هو مشي بيها ولا، ولكن اوغل فيه برفق. شوف رحمه النبي وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده مش مطلوب انك انت تخالف نفسك المخالفه اللي فيها هلكها، ولكن مطلوب انك تخالف لكن بغير اهلاكها. زي ما بشبه لك كده الجدع اللي في السيرك بيروض الحيوان ازاي؟ يجوعه احيانا. وعشان كده شوف في الدين يصومك، يصومك شهر عشان يجوعك، وبعدين يجي المغرب يشبعك علشان هو عايز يعود نفسك انها تجوع وتشبع بس بالله. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بقى للمجتهدين بصيام شهر في السنة، ده المجتهد بقى ثاني ممكن لو قعد 11 شهر مستني رمضان وقعد طول النهار يأربع ويشرب ويأربع نفسه تقوى عليه. يوم رب النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صيام الاثنين والخميس ثلاث ايام قمرية يوم ويوم، ومش كده وبس، وربنا جعل لنا كمان كفارة اليمين الحنف
إن ما كانش يستطيع الإطعام يصوم 3 أيام، والزهار يصوم 60 يوم، ولو قتل نفسه ما عندوش رقبة يصوم 60 يوم. كل شوية ربك سبحانه وتعالى عايز يأدبك. ليه اللي قتل النفس ربنا بيصومه 60 يوم؟ لأن نفسه شهوانية قوية عليه لدرجة إن قتلت نفسه فيكسرها بصيام 60 يوم. ليه قاعد هو اللي يتخانق مع مراته كل شوية ويقول لها إيه أنت عليا كظهر أمي وعامل شوية أوانطة، يقوم ربنا يكسر نفسه ويقول له لا صوم 60 يوم متتابعين، ولو جيت يوم 59 ما قدرتش عيدهم من أول واحد عقابا. ليه عايز يكسر نفسه؟ فهمت؟ فالنفس مطلوب انها تتكسر، مش تموتها خالص، مش تموتها خالص. في كتب الصوفية يقول لك أمت نفسك. أمت نفسك لا يقصد الإماتة التامة، ولكن أمت نفسك يعني التصير طلبها هو طلب الله عز وجل، هو مراد الله منها، ما تبقاش ليها طلب خاص ليها، طلبها هو مراد الله منها، يبقى ساعتها اسمها ماتت عندهم. ولكن مش المقصود ماتت يعني تموت نفسك وتنتحر، لا، مقصود ألا تطلب إلا مطلوب الشرع. النفس تنظر إلى غرة الدنيا لما فيها من متعة شهواتها وحظوظها، فلا يخرجها عن ذلك، ما يخرجهاش النفس عن كده إلا شوق مقلق. ربنا سبحانه وتعالى يبعث للنفس كده وارد شوق شديد يقلقها، يقلق منامها. وده الأهل إيه؟ لأهل الجذب. تبص تلاقي الواحد عايش في الطاعة وفجأة كده يحس إنه جعان لربه جوع شديد مش مستحمل يبعد عن ربه. فجأة كده. وهو قاعد في وسط المعاصي، فجأة كده يجيله شوق مقلق. شوق شديد إلى الحبيب المحبوب والمراد هو رب العالمين. فيقلقه مما هو فيه من شهوات ويخرجه عما كان فيه من غمرات إلى رب. يبقى لا يخرج النفس من شهواته إلا شوق مقلق. أو خوف مزعج، أو ربنا يديله خوف شديد منه. يحصل له موقف كده رهبة متعلق برب العالمين. كل دي واردات من الله. إما وارد شوق يسموه وارد الوصال، أو خوف مزعج يسموه وارد الانتباه. ينتبه بعد ما كان في غفلة. أو بواسطة شيخ. يقعد مع شيخ كده يكون راجل ربنا معلمه منور عليه أموره. فيسمع كلمة يفوق وتوصله. أو على الأقل مش شرط توصله للنهاية، لكن على الأقل تدله على أول طريق. أو تدله وهو في وسط الطريق كيف يختصر الطريق. أو تدله وهو في طريق ملتوي إلى الطريق المستقيم اللي يوصله على طول. لأن الطريق إلى الله ممكن زي كده وأنت مسافر بلد فيها طريق سهل ومسفلت وفي خدمات تقدر تقطعها وتوصل للبلد دي بسهولة في الطريق ده، وفي طريق تاني كله مطبات وكله وحوش وكله قطاع طرق. فانت لما تبقى مالكش شيخ ممكن تمشي في الطريق ده، الشيخ يعني الدليل اللي هو يدلك. وعشان كده الشيخ ليس الشيخ هو الذي يدلك على التعب، ولكن الشيخ هو الذي يأخذ بيدك ويقول ربك ها هنا بسهولة كده. فلو لقيت شيخ وقاعد تعبك قوي زي حالاتي كده وقفك ورايا بالساعتين، واخد بالك لما رجلكوا تتكسر، مش هو ده الشيخ. الشيخ هو اللي ياخد بايدك بنظرة بكلمة بتوجيه ويقول لك ربك هون بسهولة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي بالنظرة. كان يدخل عليه الكافر ينظر له النبي صلى الله عليه وسلم نظرة عطف، فإذا كان مع نظرة النبي سابق عناية لهذا الإنسان ينتقل من الكفر إلى الولاية في لحظة. في لحظة. بس بشرط سبق عناية الرحمن. لأنك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المشيئة الأولية الأزلية اللي هو مكتوب في الكتاب إنه من أهل الجنة. يبقى الإنسان ما يوصلش لربه إلا بشوق مقلق أو خوف مزعج أو عناية ربانية كده أو بواسطة شيخ أو بلا واسطة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في ناس كده ربنا يوصلها بلا واسطة، بس دول قلة نادرين، نادر جدا اللي يصل بلا واسطة، نادر وغالبا بيبقى مجذوب ولا يقتدى به ولا ينتفع به. هو وصل لكن ما يعرفش يوصل غيره.
اللي بيوصل بالواسطة ده وصل، لكن ما يعرفش يوصل غير، لانه ده ربنا جابه كده اهو، راح حطه هنا، ما مشيش الطريق، ما يعرفش سكته، فما يعرفش يدل غير، هو ما مشيهوش، ده هو اتاخد كده فجأة واترمى هنا اهو، كان في غيابة الجب وفجأة بقى في الحضرة مع ربه. دي عناية ربانية كبيرة، صار ولي كبير لكن لا يقتدى به ولا يستطيع ان يوصل غيره. فهمت ازاي؟ فمش كل ولي يوصل، ومش كل عارف بالله ينتفع به في الوصول الى الله، لكن ينتفع به في الدعاء، يدعي لك ما فيش مانع، تقعد معاه تاخد منه بعض كده القبسات، بعض المعاني الحلوة العميقة، لكن ممكن يغرقك لو انت هتمشي وراه على طول، ممكن يغرقك لان هو ما يعرفش، ما جربش. يعني واحد مريض وربنا خففه بدعوة، ينفع يعالج غيره؟ ينفع يعالج غيره؟ ما يعرفش، يفتح عياده يقول انا دكتور بقى تعالوا انا هعالجكم، هيموت اللي عايزه. كذلك الولي اللي هو انتقل بغير سلوك، زي المريض اللي اتعالج بدعوة من غير ما يسلك سبل العلاج، فما عندوش طريقة يفهم ازاي يعالج غيره، فهو مش طبيب. فهمت المعنى؟ الناس بقى العوام متصورة ان الولي ده طالما بقى ولي كده يبقى لازم يبقى ايه، ياخد بايد الكل ولازم، لا، المسألة مش كده، الاولياء دول انواع كتيرة، لكن ما فيش مانع تنتفع بيهم. ان شاء الله يبقى مجذوب بريالة اقول له ادعي لي، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، يدعي له. لكن ما قاعد جنب الجامع وسامع الاذان وما بيصليش وتقول اهو ولي اهو وصل وما بيصليش، يبقى مش حصل لنا كمان، يوديك في ده. فهمت؟ وعشان كده لا يقتدى به، لان احيانا بيبقى غايب، غايب عن الشعور، مش حاسس قوي بالوقت، مشغول بالملكوت فمش في الحس، يبقى الاذان شغال وهو مش سامع. فهمت ازاي؟ في بعض الاولياء كده بيبقى غايب، يقوم الناس يقول لك اصله رفع عنه التكليف، رفع عنه التكليف وهو في الانتباه يبقى وانتبه، وهو غير منتبه يبقى لانه غير عاقل، والعقل مناطه التكليف، فيبقى ما يضرش، ما هو غير عاقل بقى خلاص. فهمت المساله؟ ده السبب ان في بعض الاولياء ممكن تلاقيه ما بيصليش، بيعيبوا على السيد البدوي. السيد البدوي في سيرته انه كان يقعد فوق السطوح بالشهر والاثنين وما يروحش يصلي الجمعه، قالوا عليه وطلعوا عليه القطط الفصل، وزعلانين منه قوي لانهم اونطاليه مش فاهمين، كان بيجي له حاله غياب، لدرجه كان لا يطلب لا طعام ولا شراب. منين بقى اللي مش طاق، اللي ما بيطلبش طعام ولا شراب ده ويقعد في الشمس ما يدورش على ظل في عز الحر المحرق، ويبقى لابس نفسه ومغطي في عز الحر الشديد اللي انت مش لاقي تحط حاجه على جسمك؟ منين ده بقى يقدر يروح يصلي الجمعه بذمتك اذا كان هو في كمال الغيبه؟ فهمت ازاي؟ في شهود الحضره، فكان بيجي له اطوار جذب، كانت بتجي له اطوار جذب في حياته، فالناس اللي شافوا كده قالوا لا ده ما ينفعش يبقى ولي، فعابوا عليه هذا. وعشان كده في كتب في السيد البدوي قايلين في كلام ما يليقش، هم وانطجية مش فاهمين ان في بعض اولياء الله سبحانه وتعالى بيغيبهم عما هم فيه من حال، وبيرفع عنهم التكليف مؤقتا ويردهم احيانا، واحيانا ياخدهم خالص، يجعلهم كده سبحانه وتعالى آية لعباده. فاللي انتفع بالسيد البدوي انتفع بالسيد البدوي، مش علشان يقلده ان هو في الفترة دي ما بيصليش الجمعة يا مصلي، لا، انتفع بالسيد البدوي ان هو كان بيدعي له، كان بينصحه، كان بيدله على حاجة معينة فانتفعوا به. طبعا. وعشان كده الانسان حتى العادي لما بيجي له غيبوبة مثلا، غيبوبة سكر، وقعد يومين في عناية مركزة في غيبوبة، فين على مساء؟ ما يعدش صلوات اليومين دول. رفع عنه التكليف فيها. ما يعدهاش. غيبوبة تامة. لكن النوم لا. النوم مش مرفوع عنه التكليف. التكليف ما زال مسلطا عليه. فإذا نام 12 ساعة وفاتته ثلاث صلوات يقوم يصليهم. لكن لا يأثم بتركهم في الجماعة الأولى. لا يأثم، لأن النوم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لكن فإذا استيقظ يقوم يعوض، بخلاف المجنون إذا اتجنن وفاء ما يعيدش صلوات إيه الشهر اللي اتجنن فيه. خدت بالك؟ اتجنن في شهر رمضان وفاء في شهر شوال، ما عاوش إعادة صيام شهر خلاص خالص، ولا يعيد صلوات شهر.
فهمت المسألة؟ في فرق بين اللي يتجنن او اللي في غيبوبة او اللي بينام. الناس ما بتميزش بقى بين المجذوب والمجنون. في مجنون ده في سرايه المجازيب، ده مش مجذوب مش مجنون، ده مش مجذوب ده مجنون. المجنون حاجه مش اي واحد مجنون تقول عليه ولي فتروح سرايه المجازيب بقى تقعد ايه تبوس ايدين الناس اللي هناك، لا مش المطلوب ده. لان في امراض نفسيه، في امراض نفسيه بتعمل له خلل فتخليه يبقى مش معناه كده انه بقى يعني ولي. مش كل واحد غايب عن الوعي والحس مع وجود نوع من الادراك والحياه الحركه يعني بغير غيبوبه معناه يبقى مجذوب. المجذوب ده حاجه ثانيه. يعني ايه عايش عادي؟ ما انت ما عرفتش. خلينا بس نتكلم في الحاجه هنا عشان ما نشوش. يعني احنا انا اعرف واحد كان بيدرس في كليه من كليات الازهر وانا كنت في ثانوي، وبعدين سمعت من واحد قريب ان هم كانوا بيدفنوا رايح جنازه زي ما كلنا بنروح جنازه كده، فشاف عذاب القبر. هو راح الجنازه من هنا ما رجعش بيته، ما استحملش، جاله نوع من الخلل، واخد بالك؟ وفضل كده ماشي في الشوارع ما نعرفش اخباره ايه، الى يومنا هذا ما نعرفش اخباره ايه، بسبب الكليه اللي كان فيها. وكان تلاقيه ماشي في الشوارع كده والصلوات بتتصلى في الجامع، كان حافظ القران كله، وكان طالب في كليات ازهريه يعني كليه ازهريه في سنه ثانيه او كده، كان حافظه كويس وكان يخش يصلي بالناس وكان يخطب الجمعه وعادي يعني انسان متزن تمام. فلما ربنا كشف له الحكايه دي ما تحملهاش، كشفها شافها كده، سمع شاف عذاب القبر وراح المقبره وقال لهم، قال لهم انا شفت الملائكه بتسال الموتى، ومش بعد كده خرج مش يكلموه ما يردش عليه. يعني في بعض الناس ربنا بيكشف لهم نوع من الكشف فلا تتحمله نفسها، فيفقد قدرته على ان هو يبقى متوازن تاني. فهمت المساله؟ في نوعيه دي، او ده نوع من الجذب، واخد بالك؟ نوع من الجذب. فاذا فقد بقى سيطرته على الوقت وعلى نفسه، واخد بالك؟ يبقى مش مسؤول بقى، ما تجيش بقى تقول انا هقلده وبعدين ما بيصليش ما صليش زيه، لا، لان انت ما حصلكش اللي حصلت، انت عندك ادراك والعقل مناط التكليف، فتاخد بالك من الحته دي. القلب ينظر إلى باطن عبرتها لما فيه من نور العرفان الذي يفرق بين الحق والباطل ويميز بين النافع والدار، وهو ثمرة التقوى والتصفية. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تعرض الفتن على القلوب كعواد الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا اللي هو بينكر الفتن ويسير مع تصفية نفسه ومع ذكر الله ومع الطاعة، فيصير قلبه أبيض مثل الصفا. هو ده اللي بيبقى بصيرته نافذة بسبب المجاهدات. إنما الإنسان الثاني الذي لا ينكر المعروف، الذي ينكر المعروف ويأمر بالمنكر، يعني ماشي بالعكس، ينكت في قلبي نكت سوداء، فيبقى ده مش شايف حاجه خالص غير الاكوان. حتى تيجي تكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كالكوزي مجخيه، يصير كالكوزي زي المقلوب كده، زي شوف اما تقلبه كده كالكوزي مجخيا يعني مقلوب، ما يدخلش فيه حاجه بقى خلاص. مهما تكلمه تقول يا اخي ده انا بقعد معاه ساعات اقول له كلام يفتت الكبد وهو ولا هم، لانه هو اصلا مليان بحاجه ثانيه. فالقلب بثمرة التصفية والتقوى ينظر إلى عبرة الأكوان، إنما لو ما كانش كده
عين القلب تعمى البصيرة بقى، فلا يرى حاجة بقى، خلاص يعيش بقى زي الدواب، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فنسأل الله السلام. أهل القلوب لم يقفوا مع ظواهر الأشياء، بل نفذوا إلى بواطنها واهتموا بآجالها ولم يغتروا بعاجلها، فاشتغلوا بالجد والاجتهاد وأخذوا في الأهبة والاستعداد، وهم العباد والزهاد وأهل الأرواح والأسرار اللي هم أرقب. لم يقفوا مع الأكوان، لا ظاهرها العاجل ولا باطنها الآجل كمان، بل هم أرقب. يبقى الأولانيين أهل القلوب، احنا اتفقنا الاول، اتكلمنا احنا زمان على النفس والقلب والروح والسر والشغلانة دي. فاهل القلوب نفذوا من الظاهر الى الباطن، فصاروا في الخدمة. اهل الارواح استراحوا، فلم ينظروا للظاهر ولا للباطن، ولكن نظروا لرب العالمين مباشرة، خالق الاكوان، فلم يغتروا بظاهر شيء ولا بباطن شيء، لم يغتروا بشيء ولم يهتموا إلا بالله. فدول أهل الخصوص، خصوص الخصوص. لم يقفوا مع الأكوان لا ظاهرها العاجل ولا باطنها الآجل، بل نفذوا إلى نور الملكوت، فاشتغلوا بتطهير القلوب والتأهب لحضرة علام الغيوب، حتى صلحوا للحضرة وتنزهوا في رياض الفكرة والنظرة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك المقربون في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويعافينا من آفات النفوس، وأن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجبر نقصنا ويجبر كسرنا، ويوصلنا إليه وصولا مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخلصنا من اليهود. اليوم مع مدفع الإفطار ضربوا غزة ضربات قاتلة، مع مدفع الإفطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منهم، وأن يذيقهم ما يذيقونه للمسلمين في كل مكان، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين. نجعل الله سبحانه وتعالى في نحورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الفاتحة. لينصر الإسلام والمسلمين ويرحمنا ويتقبل أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.